لما اتكلمنا عن التو مودلز اوف ذا ريسيرش وقلنا ان في عندنا كواليتاتيف ريسيرش اللي هو بيطلع الثيوريز او بيفورميوليت الثيوريز، واتكلمنا عن الكوانتيتيف ريسيرش اللي هو بياخد السؤال او الافتراض او الثيوري نفسها وبيحطها تحت كنترولد كونديشنز عشان يبدا يثبت كانت الثيوري بوزيتيف او يس اور نو باستخدام تحليل الرقمي او statistical analysis. الناس اللي بيشتغلوا في الكوانتيتيف ريسيرش بيستخدموا حاجة اسمها scientific method او الطريقة العلمية. ممكن تكون انت سمعت عن المصطلح ده قبل كده. يعني ايه scientific method؟ scientific methods دي بتفترض ان كل حاجة ليها سبب، بتفترض ان كل حاجة ممكن نقيسها باستخدام ارقام، تمام؟ هي process او عملية بستخدمها عشان اجاوب على الاسئلة، وهي فيها شوية تجديد عشان تثبت الإجابة بتاعتي. إيه هي الساينتيفيك ميثود؟ الساينتيفيك ميثود بتفترض افتراضين. الافتراض الأول إن الظواهر الطبيعية هي ظواهر يعني مرتبة regular order، ما هيش عشوائية. و يعني معنى إن هي order يعني معناها كلمة لو أقول order أو regular يعني مقصود بيها إن هي بتمشي بستبس. واحد ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، فبالتالي لو حصلت ستيب 1 في كظاهره طبيعيه اقدر ان اتوقع ان هو ممكن يحصل ستيب 3 فهي بريدكتبل. الافتراض الثاني من الساينتفك ميثودز بيقول ان كل حاجه بتحصل، كل احداث بتحصل في الطبيعه ما هياش عشوائيه، تز نوت راندوم، وما بتحصلش بمحض الصدفه، تز نوت اكسيدنتال. فبالتالي كل حاجه بتحصل او كل افكت بيحصل لازم يبقى ليه سبب or causes. ده بالتالي يدينا فكرة عن ان الظواهر اللي بتحصل او كل حاجة بتحصل قدامنا بيبقى ليها سبب، فبيقول لك ال cause and effect relationship. طيب حط لي بقى تعريف للscientific method. ايه هي scientific method؟ التعريف بتاع scientific method هو بيقول لك it is a systematic empirical and controlled critical examination of the hypothetical propositions about the associations among natural phenomena. ده كده التعريف اللي هو very restricted. احنا بنشوف بنختبر العلاقات اللي بتحصل في الطبيعة، كل حاجة بحطها تحت التجربة، بس عشان احط الحاجة تحت التجربة لازم تتحقق شروط معينة. اول حاجة It is a systematic. Systematic يعني معناها منظمة. معنى كلمة منظمة يعني كل الظواهر اللي قدامي لازم أكون قادر إن أنا أقيسها وأحط القياسات دي، أقدر إن أنا أسجلها وأدونها، وبالتالي كمان القياسات دي لازم تبقى objective مش subjective، يعني كل حاجة قابلة للقياس. Empirical كل حاجة تخضع للتجربة. يعني إيه تخضع للتجربة؟ يعني ان انا اقدر ان انا اعزل العامل ده وابدا ان انا اختبره تحت controlled conditions، زي ما هنقول برضو هي الصفه الثانيه اللي هي controlled، لكن اقدر ان انا اختبر العامل ده، اقدر ان انا اقيس كل الجوانب بتاعته بشكل تجريدي، اعرف ان انا الاحظها واشوفها، مش بشكل اعتقادي او ان انا بعتمد على حكاوي الناس او tradition. لازم اشوفها بعينيا واشوف التغيرات في شكل ارقام. كنترولد، ودي جزئية مهمة جدا، لازم التجربة بتاعتي تبقى كنترولد، لازم العامل اللي انا بختبره هو فعلا اللي بيسبب السبب ده، هو اللي بيسبب الموضوع ده، ودام انا بختبره يبقى لازم ابقى كنترول عليه، ميبقاش في عوامل تانية خارجية تأثر على التجربة. كل ما كان في عوامل خارجية أثرت على التجربة كل ما كانت الساينتفك ميثود نوت كنترولد ومش ماشية بشكل سليم. and critical لازم تخضع للنقد. يعني ايه لازم تخضع للنقد؟ انا دلوقتي استخدمت ميثود معينة عشان اقيس التجربة دي، مفروض بعد كده ابدأ ان انا بنشر نتائج التجربة، وتيجي ناس تانية تبدأ تكون عرضة للنقد، تنتقد التجربة نفسها، ويبدأ ان هم مثلا يطلعوا ريسيرشز تانية عشان يثبتوا كانت نتيجتي كانت سليمة او غير سليمة. زي ما انت شايف في الساينتيفيك ميثود هي عملية very restricted، محددة جدا، خلاص
لان في عوامل انا ما اقدرش اتحكم فيها، عوامل سيكولوجيكال، عوامل فيسيولوجيكال. كل ما كان انا قادر ان انا اعزل اكسترينيوس فاكتورز على التجربه بتاعتي، كل ما كانت التجربه بتاعتي مور ساينتفك مور اكوريت. زي ما بيحصل في تطور علمي في طريقه القياس، فبالتالي ممكن ناس تانية تنتقد التجربة وتقيس بشكل تاني more objective عشان يطلعوا بنتيجة تانية. الساينتفك ميثود هي طريقة متسلسلة. يعني ايه طريقة متسلسلة؟ يعني كل تجربة بتؤدي الى تجربة تانية، والتجربة اللي بعدها بتؤدي الى تجربة تانية. مفيش تجربة بتوصل ل يعني مفيش تجربة has an end، يعني مفيش تجربة بتقول ان خلاص هي دي الحقيقة ما غير قابلة للنقد. لا، لازم يبقى فيه نقد للتجربة دي عشان يحصل تطوير ليها. الساينتفك ميثود هو جزء من الكوانتيتيف ريسيرش، فبالتالي مش كل حاجة بتحصل في حياتنا تخضع للساينتفك ميثود. كان حصل كده ايرا في بعض العصور، الناس اتجهت ناحية الساينتفك ميثود وعاوزين يقولوا ان كل حاجة بتحصل في حياتنا لازم تخضع للتجربة العلمية. كان ده مش صحيح. في حاجات كتير لا تخضع للتجربة العلمية، زي مثلا الحقائق التاريخية والاجتماعية، تمام؟ لدرجة ان هم قالوا ان انا اؤمن بالعلم، يعني العلم كله لازم يبقى ناتج عن التجربة. اي معلومة في حياتي ما اقدرش ان انا اثق فيها الا لما اكون اتعمل عليها تجربة. الكلام ده مش صح، تمام؟ العلم كله التجربة، العلم التجريبي هو جزء من العلم، وليس العلم كله جوه الطريقة او الساينتفك ميثود. انت عندك مثلا طريقة تانية خالص غير البحث اللي هي الكواليتيف ريسيرش، ملهاش علاقة خالص بالساينتفك ميثود. الساينتفك ميثود هي مجرد وسيلة بيستخدمها الناس اللي بيشتغلوا في الكوانتيتيف ريسيرش عشان يثبتوا ظاهرة ما باستخدام الارقام.